السلام عليكم ورحمة الله. نكمل إن شاء الله الحديث على موضوع الإنزيم ديستكشن إنزيمز. تحدثنا المرة الماضية بأنه أنا لابد يكون في عندي إنزيم، وتحدثنا على التعريف الإنزيم يونت، قلنا عبارة عن هي كوانتيتي من هذا الإنزيم عندها مقدرة أن تعمل دايجيشن، يعني تعمل عملية كت لواحد مايكروغرام من الدي إن إيه في ساعة واحدة مع وجود اللي هو محلول مخصص لها. وذكرنا بأنه هذه الإنزيم موجودة عندي في بوتيلز بتركيز معين من الإنزيم بسموها باليونت، ممكن يكون عندي 10,000 يونت بير ام ال، 5,000 وهلوم جرى، بيختلف الوضع. الآن نيجي نطلع للرياكشن كونديشن بشكل أو بآخر. طبعا الرياكشن كونديشن إحنا لازم نطلع لنقطة إنه لابد يكون عندي في الآخر أوبتيمال كونديشن من ناحية تمبريتشر، اوبتيمال كونديشن من ناحيه كمان بي اتش، من ناحيه اللي هو الايونيك سترينج. عاده لما بيكون هناك في عندي انزيم انت بتشتريه من الشركه بيكون مصاحب له اللي هو عباره عن بفر، تمام؟ بيكون عندنا ايش بفر. والنقطه الثانيه في هذا الموضوع انه البفر بيكون عاده موجود بكونسنتريشن يقال عنه 10x، تمام؟ بحيث انه في الرياكشن، وهذا الكلام بيكون متعارف عليه حتى في البي سي ار بكره لما نتحدث عنه، بكون عندك الكونسنتريشن 10x للبفر، وبدك تعمل حسابك انك تعمل انه يكون عندك الرياكشن فاينل رياكشن فوليوم، تمام؟ هذا الفاينل رياكشن فوليوم بده يكون في داخله البفر بتركيز 1x، تمام؟ يعني بدك تعمل عمليه الديليوشن بشكل او باخر. ان جنرال بامكان ان نعمل عمليه كات، يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال تصور انك انت الان في الخطوه الاولى اللي ذكرناها في موضوع الدي ان اي اكستراكشن، عملنا اكستراكشن للدي ان اي تاعنا وبيور، ويا الله ما احسن من هذا الدي ان اي، تمام؟ هذا الدي ان اي طبعا موجود يعتبر في داخله اللي هو عندي كروموسوم معين اللي هو بيتا جلوبولين جين، تمام؟ بامكاني انا اعمل كات. طبعا ما دام اعمل كات بدي اروح اطلع على حدود طبعا بتاعت هذا الانزيم، بتاعت هذا الجين بيتا جلوبولين جين، بدي اقطع من هنا واقطع من هنا عند الفايف برايم والثري برايم. معناته انا ايش اللي بصير؟ يوجد هناك في داخل يعني من خلال النت، تمام؟ يوجد هناك حاجه بسموها ريستريكشن انزيم ماب، يعني عندك ماب، هذه الماب بتقول لي وين الانزيمات المختلفات اللي تم اكتشافهم بيقدروا يقطعوا في اماكن مختلفه على مستوى الجينوم بتاعنا كله، تمام؟ وهيك احنا بنقدر برضو نعمل عمليه من خلال السيرش البحث في النت، تمام؟ ان نقدر ندور على طبيعه الانزيمات وايش هي الانزيمات والكونديشن تاعهم اللي بيعمل عمليه الكت بتاعت هذه القطعه اللي احنا بدنا اياها اللي قلنا عنها بيتا جلوبولين جين، تمام؟ اذا معناته في عندنا ريستريكشن بسموها ماب، من خلالها بنحدد هذا الوضع. هنا في عندنا جانب قلنا الرياكشن في الحاله هذه هو عباره عن الدي ان اي اللي احنا عارفينه. طيب انت هنا وهنا اجت موضوع البيوريتي، كلام بيجيب بعضه، بيجيب موضوع الكواليتي. اذا انا معني انه والله الدي ان اي اللي انا خزنته في البدايه كان بالفعل البيوريتي تاعته كويسه وهي الكونسنتريشن تاعه معروف، تمام؟ فعلى اعتبار انا بدي احط 1 مايكروغرام منه، اذا بكون عارف قديش التركيز، تمام؟ بكون عارف قديش ايش التركيز عندنا في الحاله هذه. هذا واحد بحط دي ان اي. الشغله الثانيه بحط البفر، تمام؟ بحط ايش البفر، يعني فرضا انا بدي اعمل الرياكشن كله ميكسشر، قول عندي 50 مايكرو لتر، 50 مايكرو لتر الدي ان اي، قلنا اخذنا 1 مايكرو لتر دي ان اي، تمام؟ اللي هو تقريبا نقول في 1 مايكرو جرام او نص مايكرو جرام مش قضيه، واخذنا بفر الان 50، تمام؟ معناته انا في الحاله هذه بدي اخذ بفر اللي قلنا عنه الستوك ال 10x، تمام؟ بدي اخذ عندي انا 5 مايكرو لتر. ليش؟ لانه في الاخر بده يكون عندي الفاينل كونسنتريشن 1x. ها واضح؟ سهل العمليه، فوليوم ملتبلاي كونسنتريشن، تمام؟ ايكوال فاينل فوليوم ملتبلاي الفاينل كونسنتريشن، تمام؟ الفاينل كونسنتريشن معروف قديش؟ قلنا 1x، والفاينل فوليوم 50. اذا والون الانيشال فوليوم اللي اخذناه 5، تمام؟ الانيشال عفوا كونسنتريشن 10x، اذا 50 على 10 معناته انا باخذ 5 مايكرو لتر. اذا 1 مايكرو لتر من الدي ان اي تاعي سوليوشن، البفر باخذ 5،
بروح بكمل بالميه. تمام، بجيب ديستلد ووتر طبعا من النوع الخصوصي لموضوع الرياكشن، بيكون موجود لها بيوريتي خاصه. تمام، وبكمل تقريبا نقول 5 او 44 مايكرو لتر، وبروح بعد هيك بضيف تقريبا انزيم واحد، يعني 1 مايكرو لتر، لانه الواحد مايكرو لتر كفيل انه اكيد في الوت اوف يونتس. احنا قلنا لو دخلنا نص مايكرو جرام او 1 مايكرو جرام نحتاج الى 1 يونت من اللي هو الانزيم. اذا 1 مايكرو لتر من الانزيم اكيد في الوت اوف يونتس، وبهيك بنكون احنا غطينا هذا الامر. طيب هذا جانب. الان طبعا في عندنا انزيم دخلناه اعتبرناه ايكو ار 1. النقطه اللي عايز اتحدث فيها هنا، طب انت بدك تقطع يا باشا اللي هو قطعه اللي هي البيتا جلوبولين جين. فرضا الان قطعه البيتا جلوبولين جين تقطع من الفايف برايم، اوكي 100%، وهي لقيت انا كمان نفس الانزيم بيقطع في منطقه الثري برايم، اوه بها ونعمت. اذا بقدر اقول انه والله قطعه الدي ان اي تاعتي بامكانها تنقطع بون انزيم، بون ايش؟ بون انزيم. تمام 100%. طيب هذا جانب. جانب ثاني، فرضا انا ما لقيتش الا انزيم ايكو ار 1 مثلا بينقطع، بيقطع الدي ان اي في البيتا عند الفايف برايم اند. تمام، في الحاله دي ايش انا بعمل؟ بتطلع على 3 برايم بلاقي انزيم ثاني. اذا معناته انت في عندك 2 انزيم. الشغله هنا بدك انت تراعي فيها شغلتين. ما دام انا في عندي 2 انزيم، اذا لازم يكون عندي انا اذا ما زبطش الاثنين انزيم على نفس البفر، تمام، وفي نفس الكونديشن والتمبريتشر و و و، تمام، معناته انا لازم اعمل رياكشن اخر. واضح؟ اعمل ايش؟ رياكشن اخر. يعني فرضا على سبيل المثال قلت انا والله انزيم اكس او ايكو ار 1 فور اكزامبل بيقطع من 5 برايم، ووجدت والله انه عند ال 3 برايم انزيم هند 3 بيقطع. طيب ممتاز، والله اذا لقيت الاثنين باخذوا نفس البفر، تمام، نفس البفر ونفس التمبريتشر بتاعت الانكيوبيشن، هذا بدنا ننساش التمبريتشر، معناته بها ونعمت بنحط 2 انزيم بدل 1 انزيم وفي نفس البفر و100%، وهيك احنا بنكون ضربنا عصفورين بحجر، قطعنا من الناحيتين. طب على فرض انه البفر اختلف، على فرض انه البفر اختلف في الحاله هذه، انه اختلف من اي ناحيه؟ انه بقول لي انت نفس البفر، تمام، ولكن انت الكونسنتريشن تاع البفر في الاول، تمام، بدك انت هناك مختلف في الكونسنتريشن بتاع البفر للثاني. يعني بقول لي مثلا البفر الاولاني الكونسنتريشن تاعه معروف بشكل او باخر، هذا الكونسنتريشن موجود عندي بتركيز مثلا في سولت بشكل اكبر، تمام، فمعناته انا في الحاله هذه واحد عندنا التركيز السولت في داخل البفر الاولاني قلنا بتركيز اكبر، والثاني بتركيز مثلا اقل، تمام، اللي هو السولت في حد ذاته. في الحاله هذه ايش اللي بصير؟ اذا اختلف الموضوع التركيز الكومبوننت او السولت في البفر، فانت عاده بتروح بتبدا اي رياكشن بتستخدم البفر اللي اقل تركيز، تمام، وبعد هيك انت بتستخدم بفر او الرياكشن نفسه وبتضيف عليه شويه سولت. اذا الموضوع قضيه سولت، تمام، وكانه بمعنى اخر انت مين افضل لك عندما يعني تعمل لك شغله يكون عندك السولت فيها اخف؟ والله اكثر اكيد بيكون اخف، لانه لو احتاج سولت بتضيف سولت نو بروبلم، لكن لو عندي سولت الوت كيف بدي اضلني اخفف اخفف؟ بتخرب الامور. وضحت؟ اذا هذا منطق في موضوع السولت كونسنتريشن. اذا كان عقد سولت بس مثلا سيرتين سولت ماتيريال، لكن لو كان عندي البفر مختلف والكومبوننتس بتاعته مختلفه، تمام، في الحاله دي انا ايش بعمل؟ بروح بعمل الرياكشن الاولاني، وبروح بعد ما اعمل الرياكشن الاولاني طبعا بدي اعمل ووشنج وارجع اعمل تنظيف لهذا الدي ان اي. الان الدي ان اي مقطوع من ناحيه واحده، وتعمل اكستراكشن فينول كلوروفورم اكستراكشن، وبالفعل فيها شويه غلبه،
وبدك تحرص ما يكونش عندك كونتامينيشن عشان ما يأثرش على الانزيم الثاني. تمام، واضح. ففي الحاله هذه انت طبعا الان انت انزنقت بحيث انه الفوليوم نفسه اللي انت بدك تاخذه ال 50 مايكرو كيف بدك تعملها اكستراكشن، قصدي فينول كلوروفورم هنا مجرى، فبتروح بتضيف عليها ووتر عشان تكبر الحجم. ممكن اضيف يتكملوا بدل ال 50 يكون عندي مثلا 1 ملي او اقل من ال 1 ملي او 500 مايكرو لتر، عشان لما نضيف فينول كلوروفورم برضه حتضيف 500 مايكرو لتر، وهيك بكون عندك توتال فوليوم بامكانك تعمل له هاندل. وضحت؟ هذا الامر لازم يكون عندي انا في دماغي، واعمل بعد هيك اخذ هذا الدي ان اي واضيف الانزيم الاخر والبفر الاخر، وكانه عندي بديت تفاعل جديد وفي تمبرتشر معينه في هذا الموضوع. اذا بهيك انا بكون بالفعل قدرت اتعامل مع تو انزيمز والديفرنت كونديشن، تو انزيمز in the same condition في نفس التيوب، different condition كل واحدة له حيكون عنا تيوب. هذا جانب. شغلة ثالثة في هذا الكلام بأنه أنت في حالة ما يكون عندك سولت، ممكن يكون نفس البفر بس السولت بس لحاله أكثر، ممكن إحنا نضيف سولت ونعمل رياكشن ونضيف الإنزيم تاعنا في هذا الموضوع. أوكي. هذا مختصر الحكي اللي عنا. بيجي بقول لي انا عندي كمان ملاحظة اخرى. Some restriction enzymes cleave DNA with less specificity under certain condition. ايش معنى الكلام هذا؟ بقول لي دير بالك انه بعض احيان في عنا انزيمات معينة. تمام؟ هذه الانزيمات بتقطع نتيجة ظروف معينة عدت على هذا الانزيم. ممكن يقطع نون سبيسيفيكالي، يعني مثلا هو يقعد على اكس ريكوجنيشن سايت لكن يروح يقطع في مكان اخر، وهذا الكلام ممكن يحصل. هذا الكلام بسموه نوع من اللي هو ايش؟ الستار اكتيفيتي. تمام؟ يعني مثلا لو كان عندي مثلا انزيم ايكو ار 1 زي ما هو واضح عندي هنا، وكان عندي مثلا معروف الريكوجنيشن سايت بتاعته جي اي اي تي تي سي، لو كان في عندنا على سبيل المثال كونديشن مختلف زي ما حنشوف الان، ولقي ريكوجنيشن سايت في جي اي اي تي تي اي مثلا، ها جي اي اي تي تي اي ناقص واحد، في ظل ظروف معينه ممكن يروح يقطع هناك. هذا بسموه ايش؟ ستار اكتيفيتي. اذا الستار اكتيفيتي بتعريفها اللي هو عباره عن الدي ان اي، تمام، ويل بي كليفد باي سبيسيفيك انزيم. تمام؟ إذا specific enzyme cleave DNA، تمام، وين؟ في position مش هو البوزيشن الماتش للريكوجنيشن سايت بتاعته. تمام؟ هذا الكلام ممكن يحصل عندنا. هاي المقصود بالستار ايش؟ اكتيفيتي. وبقول لي ان الستار اكتيفيتي في اكثر من عامل بيحددها. لو كان عندك هاي جليسرول كونسنتريشن على سبيل المثال، لو كان عندك الانزيم كميته الوت مقارنه مع الدي ان اي، لو ايونيك سترينث، تمام، عندك اللي هو كمية بعض أحيان الأيونز الموجود فيها بتكون قليلة، تمام، البي اتش مثلا عندك هاي، الأورجانيك سولفنت موجودة ضايل عندي، تمام، في عندك بعض من الأورجانيك كونتامينيشن، أنت أضفت بعض من اللي هو الإلكترولايتس، أوكي، السولت كونسنتريشن في اختلاف، ممكن يحصل عندنا عملية كات بالشكل هذا. تمام، هذا بسموه ستار أكتيفيتي. هنا بوضح لي بس انه انت الان لما انت تروح تقطع هذا كلام بتكون في بالك. بمعنى الان تصور بانه انت في عندك قطعه دي ان اي انا قطعتها، اوكي، الان لو فكرت انت قطعه الدي ان اي اللي قطعتها بدك تروح تغرسها في داخل فيكتور، ايوه، بدك تراعي، تمام، ايش طبيعه الكتل انقطعت. يعني انا قطعت مثلا قطعة الدي ان اي تاعتي البيتا جلوبيولين جين بايكو ار 1 وهند 3، بدي اعمل حساب انه الفيكتور اللي هو عبارة عن قطعة دي ان اي اسمه فيكتور حنقطعه بالايش؟ ايكو ار 1 والهند 3. ليش؟ لانه لو انت قطعت بالايكو ار 1 وهند 3 اعطاك ستايل معين من الكات، يعني اوفر هانج، تمام،
بدك انت برضه تقطع هناك باوفر هانج عشان تيجي عمليه زي نوع من التلبيسه. واضح انه يصير عندنا زي ما احنا شايفين هنا هذا الاوفر هانج يشبك مع الاوفر هانج الموجود عندك في الفيكتور، وهنا نفس القضيه هذا الاوفر هانج يشبك عندك على الاوفر هانج الموجود عندك بالفيكتور. واضح هذا الكلام اللي احنا بنكون دايرين بالنا اياه. لكن لو القطعه بتاعتي مثلا انا قطعتها وما لقيتش الا انزيمات بيقطعوا بلانت من عند الايش الفايف برايم والثري برايم، برضو انا بدي اقطع هناك ببلانت وبعدين بعالج بشكل اخر. هذا الكلام هنحكيه ليتر اون في الكلونينج. تمام، اذا بيجي بيقول لي هذا الموضع انك انت بدك تقطع القطعه بتاعتك اوفر هانج، اعمل حسابك الانسيرشن تاعه اوفر هانج مع اضافه مين انزيم اللايجيز عشان يشبك لك اياه. هنا عندي امثله بام اتش 1 كي بي ان 1 هلو مجره بيحكي لي انه انا في عندي اوفر هانج 5 اوفر هانج، هاي باكد لي 3 برايم اوفر هانج نو اوفر هانج بلانت، ممكن يكون عندي بلانت بشكل او باخر، هاي بلانت، هاي 5 برايم اوفر ايكو ار 1، انتم ملاحظين 5 برايم اوفر هانج. ليش؟ لانه هنا ال 5 برايم عند المؤشر لا هنا هذه اللي حتكون معلقه، ونفس القضيه هنا في هذا الموضوع ال 5 برايم اريا هنا، لان هذه 3 برايم بتاعت الجي تمام، وهذه 3 برايم بتاعت الجي، اذا بضل معلق 5 برايم بتاعت الاي 5 برايم. هنا بلانت هنا عباره عن 3 برايم اوفر هانج نفس الموضوع. تمام، دي ان اي لايجيز، طبعا اللايجيز معروف حكينا عنه في البولكيولر بيولوجي، هو انزيم يستخدم على اساس يربط لي الدي ان اي مع بعض، سواء كان بلانت مقطوع او اوفر هانج في وجود طبعا اي تي بي. هذا الكلام لازم يكون موجود عندنا في داخل المولكيولر تكنيكس بتاعتنا ونعمل عمليه الكت بتاعتنا. هاي هنا عمليه الانزيم كت اوفر هانج، بيحصل عمليه الكومباين باي اللايجيز مع الاي تي بي، بسموها الكوهيسيف اند، الكوهيسيف اللي هي المنطقه اللي صار في عليها الكات. تمام، هذه اللي بسموها اوفر هانج او كوهيسيف اند. اذا كمان بقول لي ايش كمان من حلاوه الدي ان اي، يعني تعمل انت كمان ريستريكشن انزيم مابينج، يعني انت ممكن انت الدي ان اي عشان تقدر وهذا الكلام بيحصل على اساس انت مثلا في المستقبل عايز تعمل عمليه سيكونسنج، هنحكي عن السيكونسنج ان شاء الله بوقته، ممكن تعمل تقطيع لهذا الدي ان اي، لانه الدي ان اي عندها بتعرف تحكي عن جينوم كبير، بتحكي عن كروموسومات الوت مليون اوف نيوكليوتايد، فممكن انت تقطع وتعمل عمليه اللي هو السيكونسنج بتاعتك وتشوف هذا الامر. كمان الريستريكشن انزيم ماب بتساعد في عمليه الدايجنوسيس كمان، هذا الكلام اللي بتحطه في بالك. ايش يعني؟ انه الريستريكشن سايت ماب او يعني مثلا تصور انت عندك بيتا جلوبولين جين، بتسمعوا في الهيماتولوجي في عندنا سيكل سيل انيميا مثلا، في كودون رقم 6 في عندنا نيوكليوتايدا تتغير من الى. تمام، الان لو انا في عندي النيوكليوتايدا هذه سليمه لم تتغير طفره، تمام، ممكن لو قال لي انا والله عند مثلا بليكو ار 1 تقطع لو ما كانت شيء متغيره، لو سليمه على اساس نعرف انها سليمه ومش سليمه، بنقطع بايكو ار 1، اذا ظلت زي ما هي اذا قطعت معناته اه والله النيوكليوتايد موجوده. ليش؟ لانه في هذه المنطقه يوجد ريكوجنيشن سايت لمين؟ للايكو ار 1. تمام، لكن لو صار عندي انا هناك تغير طفره وتغيرت النيوكليوتايد اعتبارها مثلا كانت اي صارت تي، الريكوجنيشن سايت بتاعت الانزيم له علاقه في مين؟ في الاي، لكن صارت تي معناته اختلفت الريكوجنيشن سايت، وهنا ممكن ما يصيرش عندي كات وهذا يعطيني دايجنوسيس. ها، اذا عمليه الريستريكشن انزيم يوز از فيري امبورتنت في عمليه ايش؟ عمليه المابنج، في عمليه ان نعمل دايجنوسيس. تمام، في هذا الامر، وكذلك في عمليه ايش؟ وكمان في عمليه اللي هو نقدر نميز البوليمورفيزم ما بين الاشخاص، يعني ممكن اميز شخص معين بسيرتن بوليمورفيزم
تمام عن شخص آخر في سيرة اللوكيشن، وهذا يستخدم كمان في الطب الوقائي، في الطب عفوا الشرعي، في تشخيص الأشخاص وتفاعل أنه يكون في عنا الأخوة الأبوة والأمة جرة. هذا حنتحدث عنه إن شاء الله بنهاية الفصل. تمام، إذن الريستريكشن إنزايم يوز إز فيري إمبورتنت في عمليات، في أكثر من شغلة، منها دراسة البوليمورفيزم، منها عملية الدياجنوسيز، منها عملية المساعدة في طبيعة السيكونسينج اللي بتحصل الآن. هنا بوضح لي طبيعة الكات، وين ممكن يكون في عنا كات، وكيف بيحصل بهذا الأمر. خلينا نقف هنا إن شاء الله رب العالمين، ونتحدث إن شاء الله المحاضرة القادمة على موضوع البي سي آر اللي يعرف ببوليمريز تشين رياكشن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.